شبوة بالكامل بيد قوات الشرعية في اليمن، حدث يبدو تحولاً مهماً في الأحداث بعد نحو شهر على سيطرة ميليشيات الحوثيين على بعض المديريات هناك. اختراق مهم في مسار المعارك التي تجري بدعم من التحالف العربي في اليمن، فتح الباب على مصراعيه للتقدم جنوباً نحو مأرب، والتي يحاول الحوثيون تركيز جهودهم عليها، فحسم معركة مأرب يعني انعطافة كبيرة في المعارك الدائرة والحرب برمتها. تكمن أهمية محافظة شبوة في مواردها الطبيعية، إذ تضم حقولاً ومنشآت نفطية ومينائين مهمين لتصدير الغاز والنفط. ويشير مراقبون للشأن اليمني إلى أن من يسيطر على شبوة يحكم سيطرته على القرار السياسي فعلياً في اليمن، كما تثبت التجارب السابقة. يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، والتي انطلقت صباح اليوم في كافة المحاور وفي كافة الجبهات. هذه العملية العسكرية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري اللي هو الحرب، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار بإذن الله تعالى. عملية تأتي في توقيت يشتد فيه الخناق والأوضاع الإنسانية أكثر على المدنيين في اليمن، مع تكثيف الميليشيات هجماتها على مأرب، والتي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين شخص، من بينهم نحو 1 مليون مدني فروا من مناطق أخرى في اليمن. وبالنظر إلى توقيت معركة حرية اليمن، يقول خبراء عسكريون إنها فرصة مهمة للتحالف العربي لحماية السعودية والملاحة البحرية الدولية من الصواريخ البالستية التي توردها إيران لميليشيات الحوثي. وبحسب الخبراء، إذا ما استطاع التحالف العربي قلب موازين الحرب لصالح قوات الشرعية، فإن هذا يعني بالضرورة فتح المجال لحل سياسي في اليمن قد يلحقه ضمن المصفوفة الخليجية، إذا اغتنمت الرياض فرصة تراجع ميليشيات الحوثيين في شبوة.